فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محبة النظر إلى الصور المحرمة التي تظهر في الجوالات والإنترنت وتمني ذلك دائما يعد من الشرك الذي يكون فيه الإنسان عبدا لهذه الصور؟ نعم، هو شرك شهوة، شرك شهوة، لأنه يشتهي هذه الصور فتأخذ قلبه فيتابعها، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما نصيحتكم في العلاج الناجع لمن ابتلي بذلك؟ أن يتجنب النظر في الصور بأي مكان كانت، تجنب النظر. كل المؤمنين يغض من أبصارهم، يغض بصره ولا ينظر إلى هذه الأشياء. نعم.